رئيس وزارة الرئيس وحكومة الفترة الصومالية وزير العدالة وزير كاشانديكا وزير الدولة هي وزير الرئيس حرالية هبوت قرنكا حبنا حد بعنا الله بدا أقل كرسوريا شو محكمة السريع دل كبدومية محكمة الربعان كا لما مرت الشرف تا قيمة بدن كا سوق كشيء حفلة قيمة بدن كلام ونعكس أربعة مفرح سنة لما أنت جوب شو نقطة حلوري جنتا أي وزارة عدالة كل كالوري جيان لبدا وزير وزير كقصور يو وزير كي هوري وزارة عدالة حتى أنا وزير كوزارة كاش عندك هوتي رئيس الوزراء كريكا شرحي حرير ككد حياة عدالة ين بتقليه ده يسلا يسوق حريه هين حياة هالدولة أبوان صوماليات أو كبيرنا وطلع رجع عدالة وياه سيدي أو شكليا سوى وجهي لدى العدالة ويا سيدي أو شكليا بلا آدمية وحاو كنو ليهي اسكو حرا اسكو هيا وحاو يوا عدالة عدالة وحي أساس إيا بلدوكو تهي وح كستا أو نولوش بلا آدمية سامية هادية اي نقطو نبتغليو إيا هادية اي نقطو هرمر إيا هادية اي نقطو شرف إيا كرامو وحا أساس وح عدالة ummadu markay cadaalad weeydo ayaa waxa isku dayda tabashooyinka ay qabto inay gacmaheeda ku fushato sharciga gacanta ku qaadato laakiin inta ummadu ay cadaalad haysato way adag tahay in ummadu ay isku dayo inay rabshad iyo dagaal inay wax ku dhacsato si taabo helo marka qarankani wuxuu ka kooban yahay saddex waaxood oo kala madax banaan laakiin suxoog ah isku xiran ومدنا أو مدك كلا أنتي تلعب قاني كريم تصالة هان كرسول هدي أنا يسيب ولا شقين واحد في نتا يوب بارلمان كامل حير دجنتو حقيقة وحاين أنا يتلعب قاني كريم واي بارلمان كرسول كل فلية وكلياتا قوانين يشرون كصوب حدا يقول يا شكله لقي أول إم بدنو كم دينه كصوب بلا بنتي واحد في نتا كتبنا تيمين حير دجنتا ساحر دجنتي اي كو ميل مارسي ملحوينه او دنبين او صحيحه تاس اي فلسا marka wax loo baahay shuruucda noocaas inay noqdaan shuruuc cad oo aan muddo ku jirin oo ka jawaabaysa baahida ummadeed ee markaas jirta sidoo kale hadii aanu garsoor jirin xukuumadii fulintiina ma shaqayn karaa dambiyihii meel ay geeyaan ma yaqaanaan meel ay ku xiraan ma jirto cid u xukunta ma jirto خلافات كي بدناي بشر دحيل ذيك ترين عد كجر صوت ما جد برلمان هديونا وترين يدنا وحوي الشروع الله مهري يعني وحوي واسد حيلود أو إسكابيا أو إسدل تريا أو إسلح سابتمايا أو متبم مت ككره أنا لا أنتي شقين كري ساسترتين وحلو بهي مكاين سيدو أو مغلة وراء هذا الشقي يومتي إن وحن وزير كورا كوبو مدينة وحش الشقاء وقبتي وزير العصور لو حنقول دعائنا إلى هاي نهولها وفضو ذيو وحنو نهاي دل بربوري ومدى دير كسو جري بربور وحد دون هاي دي إيسي دولة تدلقو كباشو يدلقو نس أي كو جيران مسهل لنا مركاسي هاوش النوع عاسي معلومو إيا بلو إيا سندنا وعادك تهاي هاي دهاي الدولة إينا عقو هودا سر رسوليا اسمو تاقان لكن المدابة تلاوة معلم بالسوق هذه معلم بوحبا لغو داري ميل ونكسن بها هذا مريسا وزير كنا وقت كسو سوق غاري ميل في عن أو كسي أنبقى هذه كرو أو شروع بدل الدياري هاي دو بدلنا لا نسي هؤلاء هو وين إمان توزير كوي يلا إيكا سوق مدحلير كسو أيضا كوغان تهي وحكم إذا إن وحكب الأبو هؤلاء أما سيح وجوية هاوشي سعطي دو هبين تشروع لدلك waxaan ognahay dalkeenu markii hore inay shuruucdiisu ahayd laba sharci oo kala duwan oo isku yimid oo ah si nidaamkan loo yaqaan oo si filoga italyaaniga iyo lugan ka yimid iyo nidaamka ingiriiska oo common law loo yaqaan waqtigaas waxa la sameeyay hay'ad loo jiray hay'adda isdhexgelinta shuruucda oo runtii ka shaqeynaysay in labada sharci la iswaafajiyo haddana dalku wuxuu galay dawladdii rayidka ahayd dawlad military shuruuc badan bay soo saartay muddooyinkii dambana waxa soo baxay shuruuc badan شروع النوع عاصي وحيو بهاي نسم مقلة انت الله ايغو ليس وافاتيو لذنا اي كسو بحان شروع وافقسن حالة دا اي دروف دا اي نقصرنا
waxay ugu baahan dib u habeyn ballaaran oo si muglan loo eego qawaaniinta waaweyn ee hadda karsoo dabaqo ay ka mid yihiin kuwa dhaqaabta iyo kuwa madaniga oo runtii ka ugu dambeeyay la sameeyay 74 waad qiyaasi kartaan muddo ka badan 40 sanoood xeer madani oo lagu dhaqmay iyo maanta adduunku halka uu marayo ganacsigii in laga guuray ganacsiga caadiga ah la marayo electronic xeerkeen ciqaabtiina waxa weeye waa 3-6 imisa dambi oo aan la aqoon ayaa dunida waqtigaas ku soo biiray marka aad iyo aad bay muhiim u tahay waana howlaha waaweyn ee wasiirka hor yaalla dib u habaynta shuruucda dalkani uu leeyahay waxay iyaduna hawl weyn oo lagama maarmaan wax laga qabtaa soona socotay wax badanna xukuumadda hadda jirta ay ka soo qabatay hannaanka cadaaladda dalka soomaaliya wuxuu lahaan jiray hannaan garsoor oo midaysan maadaama uu dalka u ahaa nidaamka dowladnimo mid midaysan waxaase la qaatay nidaamka federaaliga ah oo falkiyay awoodihii dowladda iyo habkii dowladnimo ee dalka ka jiray taas waxay keentay markaa garsoorkii inuu noqdo qaybo kala duwan oo dowlad goboleedyadna garsoor gaar ah yeeshaan federaalkiina garsoor gaar ah yeesho weli markaa ma fadhiyo nooca garsoor ee uu dalkan yeelanayo ma mid midaysanba ma mid barbar socdaa ma mid isku dhafanba laakiin hawshaas waa bilaabantay heshiisyo ka hordhaca laga gaadhay waa howlaha u yaala wasiirka insha allah tacaala dhammaystirkeeda iyo inuu hawshaasi kasii shaqeeyo garsoorka waxa aasaas u ah oo uu ku dhisan yahay oo xaqiijiya shaqo wanaagiisa iyo madax banaanidiisa iyo isla xisaabtankiisu waxa weeye waa golaha adeega garsoorka golaha adeega garsoorka isagana shaqo fiican baa laga qabtay laakiin waa howlaha wasiirka aan ku dhiirigelayno dhammaystirkeeda si loo helo garsoor hufan oo madax bannaan oo dhammaystiran oo ummadda soomaaliyeed ugu adeegi kara cadaalad howlaha waaweyn iyaguna horyaalla waxaa ka mid a dib u habeynta xabsiyada runtii dee dalku maadaama uu burburay xabsiyadiina waa burbureen duruufta xabsiyadu markaa in dib loo eego ayay u baahan tahay xeerarkooda iyo siday u shaqeeyaan iyo duruufta ay ku sugan yihiin maxaabiista xabsiyadu runtii waa howlaha kooban ee la taataaban karo ee u yaalla wasiirku in wax ka qabto insha allahu tacaala waanan ugu ducaynaynaa howlahaasi inuu u fududeeyo waxaanan u ballan qaadaynaa madanwasir aan ku ballan qaadaynaa ka garsoor ahaan inaanu gacan buuxdo kaa siino xilgudashadaada iyo gaaditaanka iyo xaqiijinta waajibaadka waaweyn ee ku hor yaalla ee aad qarankan ugu iman tahay taa haddii aynu yeelo oo gacmaha laysku wada qabsado howlaha qaranka loogu iman yahay waxaan aaminsanahay in guul la gaari karo waatu hadraawi lahaa galladuba waxay saaran tahay wax isu geygeyn aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu